Op. 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 Lancé. تكريسا لدولة الحق والقانون، حيث بادرت مؤسسة الدرك الوطني إلى تعزيز حجية التحقيقات القضائية المنجزة في إطار ممارسة الشرطة القضائية بالنظر إلى التطورات الحاصلة، حيث تم استحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام. إن مساهمة الدرك الوطني في ترقية ثقافة الدفاع عن المكتسبات وترقية الشعور بالأمن لدى المواطن، استحداث وحدات متخصصة التي تتميز بدرجة عالية من التدريب لمواجهة أنماط إجرامية معينة، مدعمة بوسائل عالية التقنية لتقديم الإسناد اللازم عند التدخل على غرار الأسراب الجوية للحوامات. وأنا كمواطن من ولاية أم البواقي نطلب ونتمنى ونترجى من السائقين، خاصة في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، باش يخذوا حذرهم في الطرقات والتقليل من السرعة الفائقة.